السيطرة. في السيطرة عليك الاستيلاء والحفاظ على الأهداف، يتم تحديدها على أنها أعلام على الخريطة. كلما زاد عدد الجنود الصديقة التي تسيطر على الهدف كلما أمن الموقع بشكل أسرع. ومع ذلك سيؤدي تواجد جنود العدو في منطقة الهدف إلى إبطاء عملية الاستيلاء. يمكنك دخول المعركة في موقع أعضاء فرقتك أو في موقع عشوائي محايد ولكن آمن. اعملوا معاً لاستنزاف حصيلة تذاكر العدو والاستيلاء على الأهداف.